بيشكرني اسلام ابراهيم اللي كان يعني السنه دي ليه اعمال متميزه جدا جدا، وهو بيقول على نفسه انه محظوظ، بس انا شايفه ان هو اجتهد جدا، وش وظهر وراجعين يا هوا. اولا متشكر جدا يا شيرين، ومبسوط ان انا معاك النهارده. منورنا. انا الحمد لله كنت محظوظ السنه دي، لان انا يعني اشتركت في عملين انا بشوفهم من اهم الاعمال اللي اثرت في الناس السنه دي. راجعين يا هوا ده كان مع الشركه المتحده، ووش وظهر، فالحمد لله. دورين متباينين جدا، بس واضح المجهود ما بين الزوج المحامي الانتهازي، والناحيه الثانيه الشاب اللي عايز يبقى مشهور ويغني. فاولا كلمنا على تجربه السباق رمضان والعمل اللي بيعرض على منصات خارج رمضان، انت شايف ان خلاص ما بقاش فارق؟ الاثنين بيحققوا مشاهده عاليه؟ انا بشوف ان العمل الجيد لو اتعرض في اي وقت هينجح، بس في مسلسلات بتاخد فرصتها اكتر لما بتبقى بره رمضان، لان رمضان انت شايف بيبقى زحمه جدا، فما بيبقاش فيه الرواقه بتاعه الفرجه دي. انا بتفرج على المسلسل ده واجري على المسلسل ده، فلازم المسلسل يعني اولا يبقى فيه مواصفات خاصة جدا شبه الشهر الكريم طبعا، يعني مش هنقدر نقدم حاجة جريئة قوي، وفي نفس الوقت في زحمة جامدة جدا في المشاهدة. اما اللي بيتعرض بعد كده بياخد بشوف ان هو بياخد فرصته اكتر، بتشبه الراحة يعني. انا عارفة ان راجعين يا هوا هيكون داخل المسابقة. بنتمنى لك كل التوفيق يا رب. ربنا يخليك، وان شاء الله يبقى يوم جميل عليك، والسنه الجايه يبقى حظك احلى واحلى. يكسب باذن الله. يا رب. كل حد اجتهد وتعب يشوف يعني نجاحه النهارده على المسرح. مشكورة جدا اسلام ابراهيم. جداً. شكرا ليك.